قد إيه كان المصريين القدماء عظماء، قد إيه كان علمهم قوي، معرفتهم بلا حدود، وذكائهم خطير جدا. كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحبي. إم حطب المهندس المصري العظيم، الوزير وكبير الكهنة واللي أصبح إله للطب بعد كده، هو اللي صمم وبنى المجموعة الجنائزية دي من 4700 سنة فاتوا، 2700 قبل الميلاد، عشان يكون أول وأقدم بناء معماري حجري في التاريخ. بعد توقف دام 6 سنوات بدأ العمل مرة تانية على ترميم هرم زوسر ليعود لهيئته المهيبة، ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020. أطعم الخبز لمن لا حقل له، واترك وراءك أثراً طيباً يبقى أبد الدهر. الأثر اللي سابه لنا المصريين من 4400 سنة وهنشوفه دلوقتي هو مقبرة وحدي اللي اتحفرت جوه الجبل 300 سنة بعد هرم زوسر، والاكتشاف وإعداد المقبرة اللي هتشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018. إحساس لا يوصف لما تدخل المقبرة وتشوف دقة النقوش والألوان. 65 تمثال منحوت في الجبل. إحنا شايفين إن المقبرة دي مقبرة عائلية. إحنا بنتكلم على عمق 10 متر تقريباً، بنتكلم على 3 متر عرض، بنتكلم على مناظر من الحياة اليومية، من أجمل ما يكون. ما يميز المقابر عن غيرها بدقة تفاصيل مناظر الحياة اليومية. منطقة كوم الشؤاف من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية. I'm very excited to show you this place today because unlike so many decades past, we used to go inside and smell the humidity and see a lot of water, and there was even a part of the tomb that was completely inaccessible. In 2017, a very ambitious project started to do a complete pump out of the waters from here and drying up this place. 2 years, they finally managed to completely lower the water level that was completely affecting and endangering this catacomb. And this project was inaugurated in 2019. معبد اليهودي في اسكندرية بناه المصريين في القرن 14. مصر رممت هذا المكان وتم افتتاحه في 2020. أستاذة ماجدة هارون، أول مرة تدخلي معبد إلياهو هامبي في اسكندرية بعد ترميمه؟ لا، أنا كنت هنا في الافتتاح. إحساسك كان إيه؟ إحساسي كان بصراحة كنت بعيط من الفرحة، بدأت بتهتم بيا. الدورة دي فيها حجارة أنا ملاحظ مختلفة عن بقية المعبد. دي أنقاض المعبد القديم، وهما بيرمموا اكتشفوا يعني الفتحة دي ما كانتش موجودة. أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي ما يملكه جارك، لا تنطق باسم الإله الرب باطلا. الاسم بتاعها كنيسة السيدة العذراء، إنما الأشهر المعلق، معروفة الكنيسة المعلق. أولاً ليه سموها كنيسة معلقة؟ سميت للكنيسة المعلقة لأنها بنيت على برجين من أبراج حصن بابليون اللي هو كان حصن روماني بيرجع للقرن الثاني الميلادي. فالترميم الأخير ترميم شامل، قاموا بترميم هيكل التحتي والبنية التحتية للكنيسة وشفط المياه. قبل الترميم كانت المياه بتغمر الحصن، ما كانش ممكن حد يخش فيه يعني على ارتفاع كبير. كان في مياه ما حدش يقدر يخش من البوابة دي. طبعاً. الحضارة هي أن يبقى عندك حرية تمارس عبادتك في وجود عبادات أخرى يعتقدها آخرون. على هذه الأرض كل يوم تمارس حرية الأديان، كل واحد له الحق يمارس ما يعتقد. الكنيسة المعلقة كانت أول مقر بابوي لبابا الإسكندرية بعد انتقالها من الإسكندرية للقاهرة، بتضم العديد من رفات القديسين، أيقونات المسيح عليه السلام والسيدة مريم
تم افتتاح الكنيسة المعلقة مرة أخرى للزوار بعد ترميمها في 2014. كنيسة المغارة للشاهدين سيرجيو صواخس الشهيرة بكنيسة أبي سرجة مصر القديمة بتعتبر من الكنائس المهمة في مصر في رحلة العائلة المقدسة. كنيسة اتبنت في أوائل القرن الخامس الميلادي أو أواخر القرن الرابع الميلادي، اتبنت فوق المغارة اللي احتمت فيها العائلة المقدسة. الكنيسة مبنية على الطراز البازيليكي وترممت مراحل عديدة في التاريخ، لكن من أعظم مراحل الترميم اللي تمت في العصر الحديث تم ترميم الكنيسة ترميم شامل لكل الحوائط اللي هي الجزء الإنشائي وبعدين الجزء المعماري في التشطيبات بتاعتها بموافقة هيئة الآثار، وجي قداسة البابا توادرس الثاني افتتح الكنيسة في 2016. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. بهذا المكان الرمز التعبد من أجل الحصول على لقاء كريم مع الله في الآخرة، والتعبد من أجل حياة أفضل عن طريق الحصول على العلم. الأزهر، الجامع والجامعة. الله أكبر. الجامع اتبنى 970، يعني في أواخر القرن العاشر. العاشر، أيوه. وخلص في سنتين. أيوه. يعني افتتح 972. أيوه، أقيمت أول صلاة فيه 7 رمضان الموافق 21 يونيو 972. الترميم الأخير اللي حصل من 2015 ل 2018 لحد ما افتتحوا فخامة الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، افتتحوا يوم 6 مارس 2018. كانت كل حتة في الجامع تم الاهتمام بيها. متحف الفن الإسلامي هو أكبر متحف للأثار الإسلامية على مستوى العالم. في يناير 2014 تعرضت منطقة المتحف لهجمة إرهابية دمرت واجهة المتحف وأكثر من 170 قطعة أثرية من مقتنياته. بعد كده تم تجميعها وترميمها بأيادي مصرية إلى أن تم إعادة افتتاحه في 2017. مسجد الفتح بحي عابدين واحد من أجمل المساجد اللي بتبرز فنون العمارة الإسلامية. ترميم المسجد شمل كل جوانبه علشان يرجع لصورته الأصلية، وفي 2020 أصبح جاهز بعد 3 سنين كاملة من الترميم. ده متحف المركبات الملكية في بولاق، أنشأه الخديوي إسماعيل في القرن 19 عشان يكون في البداية جراج للمركبات الملكية، بعد كده اتحول لمتحف من أهم متاحف مصر السياحية. المبنى كان مهمل، كان تعبان جداً، لغاية الحمد لله ما اترمم وافتتحه السيد الرئيس في 31 أكتوبر 2020. المتحف ده يعتبر من أهم المتاحف النوعية في العالم. هنا قصر البارون، أحد الشواهد على تاريخ حي مصر الجديدة. أنا اسمي عنتر جاد الكريم أحمد عبدالله، من مواليد أسوان، عندي 79 سنة. هنا أصلاً خالي كان شغال طباخ القصر وأنا كنت صغير معاه وكنت عايش في القصر برضه. أول مرة دخلت هنا فيها فأنا عايز أشوف اللي فوق إيه، فكان في حفلة عندنا هنا فانتهزت فرصة رحت طالع على فوق، هم كلهم تحت، طلعت أنا بقى فوق ونزلت كلت علقة من خالي تحت لأن ممنوع أطلع بقى فوق هنا. القرار الخاص بي إنقاذ هذا المبنى. سنة 2017 بدأت عملية الترميم واستمرت لحد ما قام فخامة الرئيس بافتتاح المشروع عام 2020. عملية الترميم للمبنى التاريخي دوت انقسمت لمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هو تدعيم الأساسات، بعد كده الجزء الثاني بقى اللي هو عملية ترميم العناصر الزخرفية اللي موجودة. الاستخدام الآخر احنا عملناه معرض بيحكي قصة تاريخ مصر الجديدة بالكامل، تم توفير 175 مليون جنيه لهذا المبنى لترميم المبنى وإنقاذه ثم إعادة تأهيله. عام 2020 تم تطوير ميدان التحرير، أشهر ميادين مصر المرتبطة بتواريخ خالدة في حياة المصريين. قريب قوي هيقدر كل زائر يشوف الطريق التاريخي العظيم، طريق الكباش. ولأول مرة
متاحف آثار في شرم الشيخ والغردقة من أجل زوار المدينتين. متحف الحضارة بيحكي تاريخ الحضارات اللي نشأت على أرض مصر، والنهاردة يتم افتتاح قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات. الأهرامات أشهر موقع أثري في التاريخ بعد تطويره، والآن يترقب الجميع الإعلان عن موعد تاريخ افتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم. فلنجمع تراثنا قبل أن يلحقنا الموت لنسلمه لأبنائنا. دكتور خالد العناني، إزاي نشأت فكرة متحف العواصم؟ الفكرة نشأت من أكتر من سنتين لما السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء مدينة للثقافة والفنون، وقال إن أول حاجة تتعمل فيها متحف. ما لقيناش أحلى من فكرة متحف عواصم مصر، بنحكي فيه أهم العواصم اللي مرت على مصر. نفسي طبعاً نشوف بعين حضرتك كل الكلام اللي بتقول عليه داخل المتحف، بس حضرتك رفضت. لا، هي مفاجأة. المتحف ده مفاجأة كبيرة إحنا محضرينها، هنخلي الضيف المصري والأجنبي اللي هيجي هنا في العاصمة الجديدة نقول له قد إيه إحنا معتزين بتاريخنا وحضارتنا، وإن أول حاجة أصبحت جاهزة بنسبة 100% النهاردة في مدينة الثقافة والفنون هي المتحف والمكتبة. ليه؟ لأن إحنا قلنا العاصمة الجديدة تساوي دولة جديدة مبنية على العلم والثقافة والفنون. المصري طول عمره بنا شاطر، المصريين بيبنوا والبنى بيعيش آلاف السنين والأجيال. مصر بتبذل جهود جبارة للحفاظ على آثارها لكل الإنسانية، في نفس الوقت بتبني الجديد. اللي بيتعمل النهاردة بيصنع التاريخ والمستقبل. Thank you.